خدها وراح فين ابن المجنونه ده؟ هو ما يعرفش دي تبقى مرات مين؟ ده جوزها ممكن يقفل لنا الاوتيل. ده عضو الكونجرس الامريكي. ومراته؟ مراته السعوديه يا محسن باشا. كمان الله يخرب بيتك يا ابراهيم. يعني ما لقيتوش الا ده تنزلوها الميه معاه؟ ما هو ما فيش غيره في الاوتيل اللي بيتكلم عبري كويس، وغير كده هي اللي شبطت فيه. وصل بسلامته. بس مش دي الست اللي نزلت معايا محسن باشا؟ التانية كانت لابسة مايو أصفر. انت كنت فين يا حيوان كل ده؟ يعني هكون فين يا رئيس؟ تحت المية. تحت المية خمس ساعات يا ابراهيم. دي بنت حلال مصفي، ده كتب لها عمر جديد والمصحف. اصلا فيصت مني تحت المية وقعدت اعمل لها تنفس صناعي، الروح ردت فيها في اخر ثانية. كنت بتعملوا ايه ده كله يا ابراهيم؟ كنت بوريها الشعب يا رئيس. اصل المدام غاوية قراميط، كل ما تشوف قرموط بيلعب تحت المية تتهبل. الزر ما عندهمش قراميط في بلدهم يا باشا. البحر الاحمر ما فيهوش قراميط يا ابراهيم. يا راجل امال اللي احنا شفناه ده ايه؟ الست اللي كانت نازله معاك كانت لابسه مايو اصفر وهي نازله المايه. المايو اللي كانت لابسه راح فين يا ابراهيم؟ يا نهار اسود ومنيل يا ريس، ايه التهمه الحقيره دي؟ انا اسرق مايو على اخر الزمن؟ انا مدي ايدي على حاجه مش بتاعتي؟ ليه؟ انت فاهمني كويس يا صايع انت. الست دي غيرت المايو فين وازاي وليه وامتى؟ يا باشا ما الست طالعه قدامك هي لابسه المايو اخر احترام وجوزها استلمها، انت مزعل نفسك ليه؟ ما تكبرش الموضوع. المايو كان لون اصفر يا ابراهيم. كان ازرق يا باشا. لا اصفر. لا كان ازرق. اصفر يا ابراهيم. الله يخرب بيت ده مايو، ما يمكن لونه اتغير تحت الميه، اصل في مايوهات كده لونها بتتغير تحت الميه. يا ابراهيم، ابراهيم ما تصحش علينا يا ابراهيم، الست كانت لابسه مايو قطعه واحده، ده قطعتين. مش احسن ما انزل لكم بقطعتين واطلع بقطعه؟ الموضوع ده مش هيعدي على خير يا ابراهيم. ده جوزها عضو الكونجرس الامريكي. يا باشا انت حارق نفسك ليه وقاعد بتغل كده؟ يعني انت هتغير على مرات عضو الكونجرس اكتر من عضو الكونجرس نفسه؟ طب بص الراجل حاضن مراته ازاي؟ الراجل واثق في نفسه وواثق في مراته، ودي الحاجه اللي مش موجوده ما بيننا يا باشا، الثقه. بس هي امسك بيك. تعمل ايه يا ابراهيم؟ خد يا فوزي. الولاية نازلة معاك بمايوها أصفر، تطلعها بمايوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ ده النيلة الصوت يا عم كان أزرق. إزيك يا دي إبراهيم؟ ناجي باشا هطلع. ازيك يا باشا؟ وحشني. ايه هتحضني وانت مبلول؟ من فرحتي، ده انا مش مصدق عيني. يلا غير هدومك وتعالى لي، انا مستنيك في اللوبي. حمامه، فين ايامك يا باشا؟ انما سيادتك ما قلتليش احنا هنبدا امتى يا باشا؟ نبدا ايه؟ نبدا التمرين. كل حاجه هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها؟ هو في حد غير يا باشا؟ ايوه. الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله انت منور شرم. حسام المصري. ابراهيم. ايه يا راجل والنبي النطه اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي.
استنى حزام يا باشا، انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد. الواد ده لسانه طويل وعليا النعمه هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا، احنا ما بنتشطرش غير على بعض. انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميداليه. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك. ده انا كنت هموت يا ده. هتغاب عليك يلا. ايه ده، انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب. انت وهو هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد. احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه من نيله بنيله زي وشكوا. انا الحق عليا لو فكرت اعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وانت مغمض. انا سداد. الشغلانه اللي انا عايزكم فيها دي عايز رجاله. طالما الشغلانه عايزه رجاله يا باشا، هي ما هيعمل معانا ايه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت. لا انا راجل قوي يا بتاع الاولمبياد. واسال شرم كلها على ابراهيم العزقلاني ده، بيجوا بالطلب. ولو عايز تشوف الرجوله اوريها لك. توريني ايه يا ادي اهبل؟ انت ناسي اخر مره رنك علقه موت؟ انت عشان خدتني على اخوانا. بس لو راجل لراجل وش الوش والمصحف لعلم عليه. اخرس يا كلب. انت وهو محدش يتكلم فيكم. انا بس اللي اتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزنا فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها، الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي يعني؟ الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا. اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسحي كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك. احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ، يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم، هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في ثلاثه نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك عاملين شغل زي الفل.